وصل صوتك. سايس خوك الأحمد الرياضي، هذا البرنامج حلال. الأحمد الرياضي بمساهمة سواك العريضة يا والنبي خليلك سنك بيضة. دقلة العنبر عابت يسكش لدارك هنتكلم لأ دقلة العنبر قال وتقنبر. أعزائي المستمعين، سيدي خويا كرة القدم والعمود الفقري ولا شيات ونعجبك سيدي خويا وين الماني من المنبر هذا ما نجم نقولكم كان رمضان كريم سيدي خويا. واهلا وسهلا بكم سيدي خويا في حلقة جديدة حلال من أحمد الرياضي، فهمتني؟ هاي أحمد يا غالي، رمضان كان مبارك. ما يدوم حال يا حميدة، بضحك ولعب عنا توا 8 أيام في سيدي رمضان. قل لي مخ سيدي خويا، حششتش في 8 أيام اللي تعديو سيدي خويا؟ لا والله شي يا حميدة، مادام ما فماش بطولة ما عندي عايش شنو نحشش. شنو اللي ما فماش بطولة؟ الجمعة اللي فاتت مقابلة والبارح مقابلة سيدي خويا، خي ماكش تبع في بطولة كرة القدم؟ البارح مقابلة النجم الساحلي اللي خذاو فيها البطولة. هشوة انت هذيك تسميها مقابلة؟ انا ما فهمت لي هي مقابلة كرة قدم كان اليوم الصباح. علاه سيدي خويا اش في بالك طرحتي نيس؟ لا يا حميدة، هات نقولك، انا مقابلة البارح ماشي في بالي حفلة نهاية العام متاع المدرسة، خاطر كيما ريت سيدي خويا ماشي في بالي حفلة تنكرية، ماشي في بالي مقابلة البارح هالوين يا حميدة. شنو اللي وين سيدي خويا؟ يا ودي لا، هالوين معناها سهرة تنكرية ديجيزمون يا حميدة. فهمتك سيدي خويا، تحكي على الماسكوات اللي لبسوهم والصبيغة اللي عملوها. بيان سور يا حميدة، نحكي على هذاك باهيشي، أنا كل شيء فهمته إلا سي رشف الدين، تو أنا صديقي هذاك ونعرفه وكنت نشير الأمور أنا وياه. ما فهمتش معناها وش يقصد لابس ماسك نتاع باتمان، ما فهمتش انا رئيس جمعيه ولا النمر المقنع. وريت سيدي خويا والملاعبيه كالشعرات الوان واشكال سيدي خويا، بالله العظيم ذكروني قبل في البرو هذيك اللعبه اللي على البلاي كي تصنع جوار. عرفت سيدي خويا نعملوا له لون شعره حاجه وسبادريه حاجه ومريول حاجه هكاك سيدي خويا. هبا استناني يا حميدة، قالك مستقبل المارس عمل الاحتراز وبعثوه للفيفا ويظهولي باش يوافقوه معليه الاحتراز. علي سيدي خويا ما تقوليش على الصبيغة. لا سيدي خويا، عملوا احتراز على حمزة الأحمر، قالك كفاية حمزة الأحمر وسابق شعره بالأخضر. جميلة منك سيدي خويا، وسمعت التصريح اللي عملوه الملاعبية بعد المقابلة؟ لا ما سمعتش يا حميدة، قولي شال أخير. سألهم واحد في إذاعة من الإذاعات، والله نسيت شنو اسم الإذاعة ولا يظلي على الفيسبوك، واحد صورهم قالوا لهم البطولة لشكون تهديوها؟ قالوا نهديو البطولة للجمهور والرئيس النادي متاعنا باتمان سيدي خويا شرف الدين، ونهديوها للحجام اللي صبغلنا شعرنا، فهمتني؟ أما بالله حميدة قبل ما نكملوا، توا هما صرفوا كل كلهم صبغوا في الجوالات والبنك والجارد ماتريال والطبة والأمور الكل، علاش ما كملش سي فوزي بن زارتي وصبغ شعر؟ شنو المشكلة سيدي خويا تو نسألوه؟ فوفو على ما صبغت شعرك سيدي خويا كلمة لعبية. أهلا وسهلا في الله ورمضانكم على مبروك، وفي الله بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، والله ما نعلى نجاوبكم على السؤال نتاعكم وفي الله، والله إلا حبيت نصبغ شعري لكن أنا ما لقيتش الصبيغة نتاعي، مو تعرف وين نصبغ شعري، معناها اللون نتاعو سي على دو معناها في الله ولا سي دو ماهوش أنا موجود، سي بور سا الأكثر ولا أقل برشا عباد اللي قالوا ما حبش يصبغ. لا بالعكس، واني راه من عشاق الصبيغه والناس اللي كل كاي تعرف تلاه، حبيت نصبغه في تلاه ما لقيتش السيلو، ان شاء الله لما نروح نجدوا للبطوله مستعد في تلاه نصبغه، وكان لزم في تلاه ونعمل شعري كيما بدر نتاع اولاد مفيده في تلاه، ما عندي لا حتى مشكل في تلاه، خويا عفى عليا وفكوا عليا وانتم اللي شادين على الصبيغه ومرشدونا في تلاه، هذاك اللي فما في تلاه باتمان والصبيغه واحنا اللي جينا البطوله في تلاه. اوكي يا غالي ما غيركش غرابي يا جميل، ها يا سيدي غرغل وخنهز نعمل لك صبيغه ورشعك اصفر فماشي ما تولي فلوس، غرغل يا غالي. سايس خو